بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بنوني، دائرة نائب الواحد عن حزب التيار الديمقراطي. شعار الحزب وعي، إرادة، إنجاز، ورمزه الانتخابي الدراجة الهوائية. لقد تم تأسيس حزب التيار الديمقراطي في 12 جوان 2013 في مرحلة دقيقة أفرزت لدى مؤسسيه يقينا من أن السبل المتوخاة لانتشال البلاد من الأوضاع المتدهورة التي وضعت فيها لم تكن على الوجاهة المطلوبة، وبالتالي فهي لن تؤدي إلى تحقيق النجاعة المرتقبة. يقوم التيار الديمقراطي على إيمان مؤسسيه بالمبادئ الاجتماعية الديمقراطية التي تكرس علو القانون والمساواة بين الجميع أمامه، وتضمن الممارسة المسؤولة للحريات العامة والفردية، وتؤمن بأن لا مجال لإرساء ديمقراطية حقيقية في ظل الهاجس اليومي للضغوطات الاقتصادية المسلطة على المواطن، وتحت وقع الفوارق الاجتماعية جهويا الناتجة عن غياب سياسة تضمن التوزيع العادل للثروة والقائمة على اقتناع الجميع باعتناق مفهوم العمل قيمة أساسية ومعيارا وحيدا للأداء. إخواني أخواتي بولاية نابل، إن ربوعنا خلافا لما يمكن تصوره ليست بمعزل عما تشكوه جهات أخرى من فقر وتهميش وبطالة لا يمكن التغلب عليها إلا في إطار سياسة تنموية تقوم على إصلاحات عميقة وجدية أداتها القانون الوجيه والتشريع الهادف. لذا موعدنا معكم يوم 26 أكتوبر 2014 حتى يمكننا تحقيق كل هذه القيم على أرض الواقع، منكم، معكم، وإليكم. والسلام.